الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: تخريج دفعة من مدرسة مساعدي التمريض في الله. أوضاع جيدة للمزارع والمواشي والغابات في سيناء. المشاركة والنتائج الأكاديمية تحقق نتائج مشجعة في جنوب البحر الأحمر. واشنطن توفد دبلوماسيا رفيعا إلى تايوان، وبكين تندد. الولايات المتحدة تؤكد أن العقوبات الأممية ستفرض من جديد على إيران. وأردوغان يريد إجراء مفاوضات بناءة لحل الخلافات مع اليونان. أهلا بكم مشاهدينا. خرجت مدرسة مساعدي التمريض في قندع اليوم 17 من سبتمبر 93 طالبا، بينهم 28 طالبة. وأوضح مدير المدرسة في المناسبة السيد ميكائيل جهراي أن المدرسة قدمت التعليم النظري والتطبيقي لمدة 18 شهرا في مستشفيات حليبات وعروتا وقندع المرجعي ومستشفيات أخرى للطلاب أعضاء الدفعة 31 الحاصلين على شهادة في امتحانات الشهادة الوطنية، وكذلك أعضاء قوات الدفاع والشرطة. من جانبها أوضحت منسقة مدارس مساعدي التمريض في الأقاليم الممرضة الكانيش تخلى قرقيش أن الاستثمار الكبير الجاري في التنمية البشرية هو أساس لجهود إحلال العدالة الاجتماعية، معربة عن ثقتها لعمل الخريجين بتفان وجدية إدراكا لهذه الأهداف والرؤية. وقال المدير العام بالإنابة لقسم التخطيط وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان دبرو أن تنمية القدرات البشرية من أولى أهداف التطور المستدام لوزارة الصحة، مشيدا بالطلاب ومعلميهم لإكمال التعليم، وخاصة في الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تفشي وباء فيروس كورونا وإجراءات مكافحته. وأكد ممثل الخريجين من جانبه استعدادهم لتطوير القدرات المكتسبة وتسخيرها لخدمة الشعب والوطن. وكانت مدرسة مساعدي التمريض في مدينة بارونتو قد خرجت 100 طالب يوم 14 من سبتمبر الجاري. أفاد المزارعون والمهنيون الزراعيون أن المزارع والمواشي والغابات في وضع جيد في مديرية سلعة لهطول أمطار غزيرة في معظم مناطق إقليم القاشبركة، وأن شح الأمطار الذي كانت تشهده المديرية سابقا كان يؤثر على الزراعة وتدني الإنتاج الزراعي، وساعدت غزارة أمطار هذا العام في القيام بنشاط زراعي فعال مع القيام بأنشطة مكافحة الجراد. وأوضح الخبير البيطري الشاب إفريم تولد برهان أن الماشية كانت ترتحل إلى مناطق أخرى للحصول على الحشائش لشح الأمطار، وتمكنت المواشي وأصحابها من الاستقرار هذه السنة لنمو المراعي. وقال مدير مديرية سلعة سيد وإيلة محمد علي أن أغلب سكان المديرية يزاولون الرعي لعدم وجود زراعة مطرية ومروية في المديرية، وشجعت غزارة الأمطار هذا العام للزراعة التي تنمو جيدا. وأشار المزارعون والمهنيين والزراعيون أن تطعيم المواشي ضد مختلف الأمراض يسهم في تكاثرها ورفع منتجاتها. وناشدت وزارة الزراعة المزارعين لتشديد المراقبة والمتابعة للجراد حتى موسم الحصاد. يحقق الاستثمار الجاري في توسيع خدمات المؤسسات التعليمية بهدف رفع المساهمة والنتائج الأكاديمية في إقليم جنوب البحر الأحمر يحقق نتائج جيدة. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ حقوس حنان لوكالة الرنا تسيير أعمال جادة لتأمين المساهمة العالية في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتوسعتها إلى المراحل اللاحقة. وثمن الأستاذ حقوس الاهتمام والمنافسة الشريفة التي أبداها الطلاب، حيث نجح العام الماضي في امتحان الشهادة الوطنية والمتوسط أكثر من 67%، فيما حصل 52% من طلاب الصف الثاني عشر المشاركين في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية على نقاط النجاح، مما يعتبر خير دليل على ذلك الجهد. وأشار إلى أن الجبهة الغربية للتصدي وضعت هذا العام برنامجا لتأمين انسيابية وكفاءة التعليم، ونتاج لذلك تم بناء 11 مدرسة جديدة، حيث بلغت العشر منها مرحلة الاكتمال وتجري الاستعدادات لبدء العمل خلال العام الدراسي القادم. في الختام قال مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ حقوس حنان أن تعليم الإناث شيء ضروري، لذلك يجب بذل جهود حثيثة لرفع المساهمة المتدنية.
تبرع الإريتريون المقيمون في بريطانيا العظمى لتنمية صندوق أمانة الشهداء ومساعدة برامج جمعية معاقي الحرب. وأفادت السفارة الإريترية في بريطانيا وإيرلندا الشمالية أن الإريتريين في مدينة لندن قدموا 12889 جنيها استرليني، وفي مدينة برمنغهام 5025 جنيه استرليني لتنمية صندوق أمانة الشهداء. من جهة أخرى، قام السيد طعامية أسبا مريم مع ابنه بسباق عدو لعشرة كيلومترات في شوارع مدينة لندن يوم 29 من أغسطس الماضي لمساعدة الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، وقد حصل على الدعم في السباق بمبلغ 2555 جنيها استرلينيا من الإريتريين في قرب لندن والجهات المهتمة الأخرى. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وصل دبلوماسي أمريكي رفيع إلى تايوان الخميس ليكون أكبر مسؤول في وزارة الخارجية يزورها منذ 40 عاما، في مؤشر جديد على استعداد واشنطن لتحدي الصين وحملتها الرامية لعزل الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي. ويزور كيث كراش مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة تايبي لحضور مراسم تأبين الرئيس الأسبق لي تينغ هوي وفق ما أفادت وزارة الخارجية. وأثارت الزيارة الثانية لمسؤول أمريكي كبير إلى تايوان في غضون شهرين تنديدا فوريا من الصين التي ترفض أي اعتراف بتايبي وانتهجت على مدى عقود سياسة ترمي إلى تهميش الجزيرة التي تتمتع بالديمقراطية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وان بين للصحفيين أن الصين تعارض بشدة الزيارة، إذ أنها ستشجع سلوك قوى استغلال تايوان الانفصالية. وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إذ انخرط الطرفان في سجال بشان عدد من المسائل التجارية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى وباء كوفيد 19. أعلنت واشنطن أن العقوبات الأممية ضد إيران سيعاد فرضها بصورة تلقائية وفقا لأحد آليات بنود الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها ستحرص على دعوة دول العالم للالتزام بها. لكن سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يخالفون الولايات المتحدة موقفها، إذ أنهم يعتبرون أن واشنطن فقدت حقها في تفعيل آلية الاتفاق المذكور حين انسحبت منه في 2018. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقر الوزارة في واشنطن أن الولايات المتحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوما، مضيفا أنها ستبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها. ولجأ بومبيو في 20 من أغسطس الماضي إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن الدولي رسميا بأن الولايات المتحدة فعلت بند العودة إلى الوضع السابق سناب باك المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني، والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوما من تاريخ التبليغ. اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الأربعاء أن الخلاف مع اليونان في شرق المتوسط يمكن حله عن طريق مفاوضات على أن تكون بناءة، مؤكدا في الوقت عينه عزمه على الدفاع عن مصالح تركيا في هذه المنطقة. ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله خلال لقائه ميركل التي تقوم بلادها بدور وساطة في الأزمة الناشبة بين أنقرة وأثينا، أن الخلافات في شرق المتوسط يمكن أن تحل عبر مفاوضات بشرط أن تجري وفق مقاربة بناءة ترتكز على الإنصاف. لكن الرئيس التركي شدد في الوقت عينه على أن بلاده ستواصل تطبيق سياسة حازمة وفاعلة للدفاع عن حقوقها في هذه المنطقة بحسب ما أضافت الرئاسة. وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تكون قنية من الغاز الطبيعي، وتصاعد التوتر بين البلدين في نهاية أغسطس عندما أجرى كل منهما مناورات عسكرية. استكملت السيارة التركية الطائرة جزرية التي تم تطويرها بإمكانيات محلية أولى اختبارات التحليق بنجاح.
وقالت الشركة التركية المصنعة للسيارة الطائرة بايكار في بيان أن النموذج الأولي للسيارة الطائرة البالغ وزنه 230 كيلوغراما حلق لارتفاع 10 أمتار أثناء الاختبارات. وأوضحت أن العمل على السيارة الطائرة بدأ بتصميم تصوري وانتهى بتنفيذ أول تحليق لها في غضون سنة ونصف. وأفاد المدير الفني للشركة سيلجوق بيرغدار أنهم يعتزمون صنع نماذج أولية أكثر تطورا خلال الفترة المقبلة وتنفيذ رحلات مأهولة. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.